أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشريط الذي فيه قرآن هل له مكانة ونفس أحكام القرآن من حيث التأدب معه وعدم الدخول به إلى الخلاء؟ لا، هذا شريط ولا فيه كتابة، ما فيه كتابة، إنما فيه صوت محبوس فقط، وليس فيه كتابة حتى يقال إنه مصحف، فيه صوت محفوظ فيه. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يأخذ أحكام المصحف. نعم.